نحل مع بعض أسئلة كمبيوتر Essentials اللي هو البرايمر تيست، زي ما بنسميه اختبار الويندوز. أول سؤال بيقول لي which one of the following options is not available in online banking، بيقول لي إيه من الخيارات الآتية غير متاحة في البنوك الإلكترونية أو المصارف الإلكترونية، خدمة غير متاحة. الخدمات المتاحة أول خدمة بيقول لي view your account balance، ان انا اطلع على الرصيد بتاعي واشوفه. طبعا ده متاح ليا، او الاوبشن ده متاح لما بكون بتعامل مع البنك اونلاين، ممكن من اي مكان ادخل عن طريق الانترنت واطلع على الرصيد. pay your credit card bills، ادفع فواتير عن طريق الكريدت كارد، برضو بقدر ادفع اونلاين من اي مكان. transfer funds to other accounts، تحويل اموال او فلوس الى ارصدة اخرى او حسابات اخرى، طبعا ده برضو تحويل الاموال متاح. طبعا هنا withdraw cash from your account، هنا ان اسحب فلوس من رصيدي، ده بيتطلب مني ان اكون متواجد تواجد حقيقي في مقر البنك او في الـ ATM او اتواجد بنفسي. كذلك لو حبيت اني افتح حساب جديد create new account، في الحالة دي هحب ان اتوجه الى مقر البنك، هيبقى غير متاح اونلاين. Which one of the following can reduce performance of a computer؟ ايه من الاتي اللي يقدر يقلل من اداء الكمبيوتر؟ اداء الكمبيوتر متوقف على امور زي سرعة البروسيسور clock speed بالنسبة للبروسيسور، الرام سايز مساحة الرام، الفريس بيس على الهارد ديسك، القرص الصلب لازم يكون فيه مساحة فاضية. كذلك لو حبيت اضيف additional cards او كروت اضافية، هنا بيقول لي adding a new RAM، طبعا هنا مش هيعمل reduce لكن هيعمل هنا زيادة. طيب adding a scanner، scanner ده peripheral زيه زي طبعا بيأثرش على أداء الجهاز في أي حاجة. أما running several applications at one time، أشغل برامج عديدة في نفس الوقت، طبعا ده يأثر على أداء الجهاز بتاعي. أما switching between applications، إن أنا أبدل بين التطبيقات، طبعا ده ملوش تأثير على أداء الجهاز. Which one of the following uses a USB universal serial bus bus port؟ البورت، انا عندي البورتات او المداخل في الكمبيوتر في حاجة اسمها USB universal serial bus، بقدر اوصل اي peripherals خارجية او devices زي الماوس والكيبورد والكاميرا والبرينتر والسكانر، كل حاجة بقدر اوصلها بـ USB تقريبا. عندي مدخل اخر او بورت اخر اسمه HDMI High Definition Multimedia Interface، و HDMI بيكون اسرع في نقل المالتي ميديا، يعني الانسب في نقل الفيديو بيكون HDMI. هنا اللي بيستخدم ال USB هو الكاميرا. اما السنترال بروسيسنج يونت، البروسيسور او وحدة المعالجة المركزية، ده متثبت على المذر بورد في الداخل. اما المذر بورد اللوحة الام، فاللوحة الأم اللي بتركب عليها كل الأجزاء، راندوم أكسس ميموري اللي هي الرام، ذاكرة الوصول، العشوائي، كل ده بيبقى داخل السيستم كيس أو في الكيسة من الداخل. أما اللي بتوصل من الخارج هو اللي بيستخدم USB. Which one of the following is an example of software؟ software يعني تطبيقات أو برمجيات، تعليمات بتخلي الكمبيوتر يشتغل. Central Processing Unit ده وحدة المعالجة المركزية، ده يعتبر هاردوير. ان انترنت براوزر، مستعرض الانترنت او المتصفح زي انترنت اكسبلورر، زي موزيلا فايرفوكس، زي سفاري، زي جوجل كروم، زي اوبرا، كل دي امثله لسوفت وير من النوع اللي هو متصفح انترنت. اما الهارد ديسك والقرص الصلب، دي وحده التخزين الرئيسيه اللي بخزن عليها السيستم الويندوز يعني، والتطبيقات وكذلك الفايلز بتتخزن عليه، بيكون داخلي وثابت. اما الفلاشه بتكون في الخارج، والاسطوانه متنقلة برضو، الدي في دي وغيره. الأخير personal digital assistant، وده نوع من الأجهزة وجهاز صغير ومن أصغر الأجهزة اللي بتعتبر أجهزة كمبيوتر لكنه حجمه صغير. select the icon that represent a document file، حدد الأيقونة اللي بتمثل ملف نصي. طبعا هنا ملف نصي برنامج الوورد، لازم يكون عندي فكرة عن الايقونات. ده ايقونة الكمبيوتر، ده ايقونة فولدر لكنه متشير شيرينج فولدر على الشبكة. Which one of the following is an appropriate routine to shut down non-responding application؟
الطريقة المعتادة عشان أقفل تطبيق لا يستجيب. لما التطبيق لا يستجيب أنا بضغط 3 زراير Control Alt Delete، هيظهر لي تاسك مانجر ويندو نافذة، بختار النون ريسبوندنج ابلكيشن البرنامج اللي ما بيستجبش، وبعد كده بعمل له اند تاسك. دي الطريقة المعتادة لقفل البرنامج الذي لا يستجيب. Move the open window so that it on the top left of the screen. في ويندو عندي هي او نافذة بيقول لي خليها في اي اتجاه، على اعلى الشمال اسفل اليمين اي مكان ايا كان. الفكرة كلها في السؤال ان بضغط على المنطقة بتاعت التايتل بار او شريط العنوان فوق هنا، واكون برضو ما اضغطش على الحواف، لان لو ضغطت على الحواف الخارجية هتعمل ريسايز او تحريك مش موف. فاضغط كليك هنا على شريط التايتل بار واعمل كليك اند دراج واسحبها للمكان اللي قال عليه ايا كان المكان. Perform the necessary steps، اعمل الخطوات الضرورية before removing عشان قبل ما تشيل ال USB mass storage device from the computer using the screen below. واللي يستخدم او اعمل الخطوات الضرورية قبل ما تشيل الفلاشة على سبيل المثال من جهاز الكمبيوتر، بيقول لي استخدم الشاشة اللي موجودة قدامك عشان تعمل الإجراء ده، عشان أفصل الفلاشة أو أي جهاز متوصل عن طريق اليو اس بي ده من خلال السهم بضغط عليه. لو ما كانش ظاهر أيقونة اليو اس بي اللي هي الخضراء وعليها علامة صح ظاهرة مباشرة، بضغط أشوفها جوه السهم في النافيجيشن اريا دي أو النوتيفيكيشن اريا دي. المهم هنا هختار Eject USB Mass Storage، هيديني طبعا رسالة يقول لي Save to Remove Hardware، Change the Computer Desktop Theme to Nature، أغير خلفية سطح المكتب السيمز بتاعتي للنوع أو الاسم Nature. باجي في مكان فاضي على الديسكتوب وبعمل كليك يمين وبختار Personalize، بيظهر لي نافذة بختار منها Change the view, Visual and Sound on your computer. بختار ماي سيمز هنا، بحرك السكرول بار وبدور على اسم السيم اللي قال عليه. لو طلب مني اي طلب اخر زي سكرين سيفر بجيبها من هنا برضو من نفس المكان. اخترت سينز او مشاهد او نيتشر زي ما قال لي بيتغير. ممكن اقفل واتنقل للسؤال التالي. Rename the shortcut icon on the desktop called photos shortcut to be gallery shortcut. انا بقول لي اعمل رينيم او اعاده تسميه لاختصار موجود على سطح المكتب، ايقونه اختصار واسمها فوتو وفي ماينس هنا وشورت كات موجوده اهي. انا بحدد الايقون وبعمل كليك يمين عليها، ومن كليك يمين بختار الامر رينيم. في رينيم بلاحظ ان زرق لي الاسم كله، لو كتبت دلوقتي اي حرف هيتمسح كل الكلام ده. انا هضغط بالمؤشر في النهايه او امسح الكلمه اللي انا عايز استبدلها، ده بس توفيرا للكتابه. هعمل دبل كليك على كلمه فوتوز واستبدلها بكلمة جاليري. طبعا انا بكون دقيق في الكتابة، ما حاولش اعمل اي سبيلنج غلط، بلتزم بالكابيتال والصمول. وانتر في نهاية رينيم بعد التسمية، يا اما اضغط انتر يا اما اشاور في مكان اخر بكليك بالماوس. هنا بقول لي how much RAM is usable is installed in this computer. وانتر ذا اماونت اوف انتو ذا انسر باكس بروفايدد. عندي هنا عاتلي مربع للجواب واللي اكتب فيه قيمه الرام المستخدمه يوزابل المستخدمه. فهنا يعني حجم الرام قد ايه المتثبت على الكمبيوتر. عشان اوصل لحجم الرام بدي اوصل لايقونه ماي كمبيوتر او الكمبيوتر موجوده ورا السؤال، فبضغط على السهم ده بحيث السؤال منطقته تنزل للاسفل عشان اقدر اشاهد او اقدر اشوف ايقونة الكمبيوتر، وكليك يمين عليها وبختار Properties خصائص. ومن خلال لو انا شفت الدايلوج بوكس طبعا برضو الرام مختفية هطلع السؤال تاني. في الحالة دي هلاحظ انها installed مو من الرام، هنا بقول لي 2 جيجا بايت. ممكن الاقي بعد كلمة بايت مكتوب هنا يوزابل مثلا ويكون 1.5 على سبيل المثال. هو طلب اليوزابل، طالما مش مكتوبة هنا خلاص هكتب له هنا 2. اما لو كان كاتب لي يوزابل ده بحسب الجهاز اللي بشتغل عليه تختلف النتيجه من جهاز لجهاز، فطبعا هنا هكتب له 2. طبعا مفيش داعي اكتب جي بي، لو كتبتها مفيش مشكله ممكن اكتب 2 بس 2 بس.
هنا بيقول لي use the operating system offline help and support function to find information about calculator. بيقول لي استخدم نظام الدعم والمساعدة الموجود في الكمبيوتر عندك offline، يعني مش هدخل على الانترنت ولا حاجة، وابحث عن معلومة بتقول calculator. وبعد ما ابحث عنها يقول لي which one of the following is the first line، ايه من الاتي هو اول سطر under the help topic تحت الموضوع اللي بيقول using calculator. طبعا هنا مضطر عشان احل السؤال ده اني افتح help and support، من اضغط على start button، ومن خلال start button هختار هيفتح لي start menu، اختار help and support. help and support dialog box ممكن يظهر في الخلفية مش ظاهر. في الحالة دي هبقى محتاج اني اضغط على يعني زرار في نافذة الامتحان اسمه bring to front او send to back. انا هعمل على السؤال send to back، هضغط على كلمة send to back بحيث جزء الاسئلة يظهر في الخلف او يتم ارساله الخلف. طالما هو bring to front يبقى انا كده صح، ما اضغطش عليها مرة تانية. في الحالة دي هفتح help and support، ظهرت قدام نافذة السؤال اهو. يبقى الفايدة او الفكرة ان نافذة السؤال دايما always on top، دايما في المقدمة. انا بغير ده وبضغط على send to back عشان اخلي النافذة دي تظهر قدامها، واكتب كلمة calculator زي ما قال لي، والتزم طبعا بالسبيلنج لان لو كتبت سبيلنج غلط مش هيديني النتائج وهيديني يقول لي مفيش نتائج. بكتب calculator وانتر، وتحت الطبق using calculator بلاحظ you can use a calculator to perform a simple calculations. طبعا بختار في الحالة دي هو الجواب. السؤال اللي بعد كده which one of the following file extensions is used for a video files، ايه من الامتدادات الاتية بتستخدم في امتدادات الفيديو؟ بي دي اف اختصار لبورتبل دوكيمنت فورمات اللي هو الكتب الالكترونية او الكتب الرقمية، ويف ده امتداد لملف صوتي زي ام بي 3، افي اي واف ال في وام بي 4 دول بيعتبروا امتداد للفيديو، جي بي جي و بي ام بي ونقدر نقول بي ان جي، كل دي امتدادات للصور. open the document افتح المستند اللي وعتلي المسار بتاعه من خلال documents litmus principles letters امتدادها docx يعني ملف وورد، واعمل فيه الاتي and underline the text start early وبعدين save the document. عشان اوصل لدوكيمنت litmus اسهل طريقة اني افتح الويندوز اكسبلورر او مستكشف الويندو من تحت هنا، هلاحظ على طول ظهر لي دوكيمنتس المستندات هدخل فيها، من خلال المستندات هختار الفولدر اللي قال عليه اللي هو litmus، من litmus ادور على الفايل اللي قال عليه اسمه principal letter وده طبعا ملف وورد، هفتحه بدبل كليك هيفتح ببرنامج الوورد، ومن خلال برنامج الوورد هنا قال لي اعمل underline للتكست اللي اسمه start early. انا هقدر احدد ستارت ايرلي ومحتاج مهارة التحديد برنامج الوورد، وهعمل له اندرلاين باكتر من طريقة، ممكن من خلال الكويك تول بار اللي ظهر عندي ده اختار اليو، وممكن انزل نافذة السؤال للاسفل، ممكن اختار من الاسهم هنا وانزل السؤال للاسفل، ومن خلال ريبنز او الاشرطة اختار الامر يو. طبعا في السؤال ده لازم اتأكد ان النتيجة ظهرت قدامي، يعني لما ضغطت على يو هل تم تسطير الكلمة ولا لا. في النهاية قال لي اعمل سيف من فايل وبختار منها سيف، وعن فايل وسيف، وطبعا ما ننساش نهاية السؤال سيف ذا دوكيمنت لازم من فايل تاب، بختار الامر سيف ان ذا دوكيمنت اللي برضو مفتوح اللي اسمه برنسبل ليتر، انتر ذا تكست دخل النص، ويلكم كلمة ويلكم هدخلها، بلو ذا تكست ستارت ايرلي تحت النص اللي بيقول ستارت ايرلي، واقف المؤشر طبعا بكليك عليه بالاسفل واكتب كلمة welcome، واخد بالي برضو من capital و small، وفي النهاية اللي برضو save the document هعمل حفظ للمستند. عشان اعمل save بدي اشوف file، فهنزل السؤال لتحت واختار من file، من امر file اختار save، انا بفضل ده دايما من file و save، ما اضغطش من الادوات لان ممكن اضغط ضغطة وما تديش التأثير، بدي اضغط ضغطتين، فاهم؟ فايل وسيف اضمن حاجة. السؤال اللي بعد كده بيقول لي in the document برضو البرنسبل ليتر المفتوح move the last sentence الجملة الأخيرة،
اللي بدأ بكلمة a good education is one of the solid foundation. طبعا الجملة دي كاتبها لي بقول له to be the first sentence عشان تكون أول جملة of the same paragraph beginning with now you can reset. طبعا هنا بيقول لي في فقرة عندك بدأ ب now you can reset فيها sentence فيها جملة في الآخر عايزها تبقى في الأول. ده فكرة السؤال. أول حاجة أوصل للفقرة من خلال السكرول بار الفقرة اللي بتقول now you can reset، يبقى لازم أنزل لحد ما أشوف الفقرة. شفت الفقرة، بلاحظ إن كلمة a good education هي الفقرة الأخيرة الجملة الأخيرة. أحدد إزاي الجملة الأخيرة؟ عندي أكتر من طريقة تحديد الجملة. الجملة بادئة بحرف الـ A ومنتهية بالنقطة. طيب ممكن يدويا كده أحددها أو بضغط كنترول في أثناء كليك على أي كلمة في السنتنس دي في الجملة بيتم تحديدها. بعمل لها كات أو قص، بعمل كليك يمين لكن على التحديد، ما أعملش كليك يمين خارج التحديد عشان ما يفصلش مني. وأقف قبل ناو، لازم أوقف المؤشر قبل ناو، وأعمل كليك يمين وأعمل بيست أو لصق. طبعا بختار من البيست أوبشن أي واحدة. لو اتلاقيت محتاج إني أعمل مسافة، هتلاقي الكلام لازق في بعضه والدنيا خط أحمر، بعمل المسافة. هنا بقول لي سيف اند كلوز ذا دوكيمنت، في الحاله دي هحاول اعمل سيف من فايل وبرضو كلوز من فايل. طبعا انا ممكن اعمل كات او بيست باي طريقه من اختصارات لوحه مفاتيح من الريبنز، ما تفرقش معايا. كات وكلوز، قفلت كده الملف. السؤال اللي بعد كده سيف ذا اوبن دوكيمنت اللي اسمه بروسيجر فور ادميشن. كلمة بروسيجر فور ادميشن ده بيقول لي ملف مفتوح، طالما مفتوح ما افتحوش، ما ادورش عليه وافتحه، هيبقى على طول على التاسك بار في شريط المهام بالاسفل. افتحه، اضغط عليه وافتحه، وبعدين بقى هنا بيقول لي احفظه باسم تاني، فهعمل له فايل سيف از وافتحه واحفظه باسم. اتاكدت من الملف وفتحته اهو عشان احفظه، ده من خلال فايل وسيف از، وهشيل كلمة بروسيجر فور واسيب ادميشن موجودة. فايل سيف از، واحاول احذف الكلمتين دول، وعشان اعمل سيف البطن متداري من السؤال بطلع السؤال فوق تاني عشان الاقي كلمة سيف واضغط عليها. وبعد كده بيقول لي كلوز ذا دوكيمنت، ممكن انزل تاني واختار كلوز، قفل. السؤال اللي بعد كده رينيم ذا سب فولدر اركايف ان ذا دوكيمنت لتمس فولدر تو كولكشن. في فولدر مجلد اصفر اسمه اركايف، انا بوصل لدوكيمنت تو لتمس من خلال، طبعا هو بيكون مفتوح، لو ما كانش مفتوح اعاود فتحه من جديد. انزل السؤال لو حبيت عشان اشوف الفولدرز الموجودة لان السؤال مغطيهم، فانا في الحالة دي هنزل السؤال داخل document litmus اهو. انا حركت السكرول بار فظهر قدامي، بلاحظ ان archive موجود اهو، ونزلت السؤال برضو، بعمل كليك يمين عليه واختار rename اعادة تسمية، وابتدي في الكتابة على طول كلمة collection، وبنقول دايما ناخد بالنا من السبيلنج. بعد ما اخلص بعمل انتر عشان الاسم يتقبل، واتنقل للسؤال التالي delete the subfolder all the students in the document litmus folder. مطلوب اني احذف مجلد فرعي اسمه all the students، طبعا فرعي يعني داخل litmus. بعمل كليك يمين على all the students واعمل delete. طبعا دي طريقة او delete من لوحة المفتاح بعد تحديده، بيديني رسالة تأكيدية بقول له يس تأكد. السؤال اللي بعد كده create a folder called registration، انشئ مجلد وسميه registration الموقع في ال document litmus folder and create subfolder، واعمل مجلد فرعي اخر داخل registration وسميه transfers. طبعا هنا اكتر من طريقة، انا هفضل الطريقة اللي من طريقة hierarchy. طبعا ممكن داخل document litmus لو انا جواها اهو بلاحظ ان في نيو فولدر، ممكن اعمل كليك يمين في مكان فاضي واختار نيو فولدر،
لكن انا هفضل الطريقه من على دوكيمنت، بضغط على المثلث وبعدين اوصل للتمس، وعلى الاتمس هعمل كليك يمين وهختار نيو، ومن نيو هختار فولدر. وانا بعمل الطريقه دي لان احيانا في التجريب بيعطل الجزء اللي في المنتصف ده، فبيكون ده الطريقه اللي بتسمح لي بالتجريب. فهضغط وهختار على نيو فولدر، هيتسمى حاجه شوفونا كده في الجزء اللي على الشمال، وهسمي الاسم بالظبط، مش هعمل بالطرق المعتاده اللي هي نيو فولدر من هنا او كليك يمين في مكان فاضي لان ساعات بتعطل معايا. وداخل برضو من على ريجستريشن هعمل كليك يمين واختار رينيم نيو واختار فولدر، وبرضو هلاحظ ان الطريقه هيراركي او الهرميه بتاعت الكمبيوتر، هلاحظ ان الاتمس داخلها مجلدات فرعيه زي الريجستريشن، والريجستريشن داخله مجلد فرعي اللي هو ترانسفيرز. next question بيقول change the view of the folder document litmus، غير طريقة العرض للمجلد اللي اسمه document litmus to show the name the size the type، عشان يعني يعرض لي الاسم والنوع والحجم بتاع الملفات الى اخره، اللي هي طريقة التفاصيل. وقول لي enter the size of the file اللي اسمه دخل حجم الملف اللي اسمه about into the answer box provided. طبعا هنا بيقول لي عندك انسر بوكس اهو، هترتب الملفات او المجلدات داخل المجلد لتمس. انا طبعا متاكد من شريط العنوان ان انا عندي لتمس، واتاكد ان الطريقه ديتيلز او التفاصيل هي بالفعل عليها. وقال لي كمان لما طريقه تفاصيل هتبقى موجوده هتقدر تشاهد بقى الاسم والديت مودفاي زي ما احنا شايفين، والتايب والسايز. هنا بيقول لي في ملف اسمه اباوت، شوف لي حجمه قد ايه. فاباوت هيكون بالاسفل، هحرك السكرول بار، شفته اهو، لاحظ ان انا حجمه 29 كيلو بايت. بكتب قيمة 29، مفيش داعي اكتب كي بي، لكن 29 وخلاص. ولي sort the files in the document litmus، قوم بترتيب الملفات اللي في document litmus by file name بحسب الاسم، descending order بحسب الاسم تنازليا. Enter the name of the first file، بقول لي دخل اسم اول ملف. طبعا بقول لي in the sorted list into answer box provided، في الانسر بوكس او مربع الاجوبه ده. فانا محتاج اني ارتب العناصر اللي قدامي داخل litmus عن طريق الاسم تنازليا. انا بلاحظ ان النيم في التايتل او في العنوان بتاعها في سهم نازل، يبقى هنا تنازلي وعايزه descending. انا عندي تصاعدي ascending وتنازلي descending. لو حبيت اتاكد باجي في اي مكان فاضي واعمل كليك يمين في اي مكان فاضي، هلاحظ ان بيجيب لي واخش في سورت باي، ومن سورت باي الاحظ ان جاب لي النيم وديسندنج. انا اتاكدت ان انا كده صح. قال لي بقى اسم اول ملف هنا ايه، بلاحظ ان اسم اول ملف هو ستودنتس، بكتب هنا كلمه ستودنتس في الانسر بوكس. اتفقنا ان لازم اكتب السبيلنج صحيح والا هينقص درجات. use the search feature، واللي يستخدم ميزة البحث to locate the file name عشان تحدد اسم الملف اللي اسمه activity calendar ونوعه text dot text in the document litmus، هنبحث في document litmus. واللي بعد كده enter the name of the folder، دخل لي اسم المجلد اللي لقيته في activity calendar موجود في ال answer box ال provided ده. كل اللي هعمله عشان اوصل لل search box نزل السؤال، هلاحظ هنا سيرش لتمس، في لتمس هكتب الكلمه اللي قال عليها اكتيفيتي. طبعا بمجرد ما هكتب اكتيفيتي وهيحصل فلتره، هلاحظ ان اكتيفيتي كالندر ظهر عندي اهو، مفيش داعي ان انا اكمل. وجايب لي المسار بالظبط هو موجود فين، قال لي في فولدر او مجلد نهائي اسمه اكتيفيتيز، يبقى انا المطلوب اكتب هنا في الانسر بوكس المجلد النهائي اللي هو اكتيفيتيز. بوتين بيقول لي select the option to print only the even pages of the document of a document، يعني بيقول لي اختار الخيار اللي يمكنك انك فقط تطبع الصفحات الزوجية، even يعني زوجي، بالنظر طبعا للدايلوج بوكس اللي قدامي بتاع البرنت اللي طبعا ده
ديفلوب بوكس اوفيس اكس بي و2003 نفس الشكل ده. طبعا اوفيس 2010 اتحدث شوية وبقى الشكل مختلف. هنا بلاحظ ان هنا في قدام برنت مكتوب برنت اول بيجز. هنا انا هغير، هضغط على السهم واختار منها ايفن او اود، فردي او زوجي، او كارنت بيج الصفحة الحالية او غيره. الخيارات كلها هنا، يبقى داخل برنت. Which one of the following is not a purpose of network؟ واللي ايه من الاتي ليس من اغراض عمل شبكات؟ هنا to create screen saver ملوش علاقة بالشبكة، اما to access data عشان اوصل للبنات بعمل شبكة عشان كده، to share data عشان اشارك البنات، to access device securely عشان اوصل للاجهزة بامان داخل الشبكات. كل ده من اغراض الشبكة الا الاولانية. Which one of the following is used to make phone calls via the internet؟ واللي ايه من الاتي اللي بيستخدم عشان اعمل مكالمة تليفونية عن طريق الانترنت؟ I am instant message رسائل فورية، دي بتعمل لي رسائل تكست نصية. USB universal serial bus ده بورت او مدخل او طريقة لتوصيل الاجهزة الخارجية devices. VOIP voice over internet protocol ده البروتوكول المسؤول عن خدمة نقل الأصوات أو إجراء مكالمات هاتفية عن طريق الإنترنت، وده الجواب الصحيح. أما إيميل طبعا ببعت رسائل إلكترونية. Which one of the following will ensure a user will ping while using a computer؟ هنا بيسألني على السلوك الجيد للأشخاص اللي بيستخدموا الكمبيوتر للحفاظ طبعا على صحتهم خاصة بالأمان. هنا بيقول لي having Adequate lower back support، واللي مسند للظهر الكرسي طبعا غير مريح. هل ده طبعا adequate يعني غير ملائم. Positioning the monitor to an adequate height and distance على high ارتفاع مناسب و distance مسافة مناسبة. That is comfortable. Comfortable يعني مفيدة مريحة للمستخدم. يبقى الشاشة تكون على ارتفاع وبعد مناسب بحيث تريح المستخدم، ده طبعا للحفاظ على صحة المستخدم. هنا بقول لي positioning the computer table within an area that receives a poor amount of light، الإضاءة تكون ضعيفة طبعا غلط. Using a black and white screen أو monitor بستخدم شاشة أبيض وأسود، لأ كل ده طبعا غلط، أما التانية صح. Which one of the following storage options require an internet connection؟ انا عندي دي في دي وعندي هارد ديسك او انترنال هارد ديسك وعندي اكسترنال هارد ديسك، دي كلها ستورج ميديا او ديفايس. اما اونلاين ستورج خدمه زي خدمه مثلا جوجل درايف او كلاود خاصه بالايفون او وان درايف خاصه بشركه مايكروسوفت، كلها بقدر اخزن ملفاتي اونلاين، لكن بتطلب مني طبعا يوزر نيم وباسورد ومحتاج اتصال بالانترنت، طبعا هي اونلاين ستورج. Which one of the following shouldn't be shared for security reasons؟ بيقول لي ايه اللي لا يجب مشاركته لاسباب تتعلق بالامن، اسباب امنيه. طبعا هنا ان ابلكيشن مفيش مشكله، والمونيتور مفيش مشكله، اما الباسورد هي اللي ما ينفعش ان اتشارك فيها او اديها لاي انسان لاي سبب، اسباب امنيه طبعا. Which one of the following is a way through which a computer virus can spread؟ الفيروسات بتنتشر ازاي في الكمبيوتر؟ ايه الطريقه اللي بتنشر الفيروسات في الكمبيوتر؟ هل creating a backup schedule for your files، اعمل نسخ احتياطيه بشكل يعني على فترات منتظم، ده بيحافظ على البيانات ملوش علاقه بالفيروسات. Downloading files from a known website، ان انا انزل الفايلز الملفات من مواقع غير معلومة، ده ممكن ينقل لي فيروسات. Which one of the following is the correct procedure for selecting non-adjacent files within a folder؟ لما يكون عندي ملفات غير متجاورة، ايه الاجراء السليم عشان احددهم وعشان احدد اكتر من ملف غير متجاورين؟ بضغط على طول كليك اون ذا فايل الفيرست فايل طبعا، هولد داون ذا كنترول كي واضغط على كنترول، اند كليك ذا اذر فايلز
that you wish to select. ده الكلام صح. طب لو كان قال لي في السؤال select adjacent files، ملفات متجاورة، كلمة adjacent يعني متجاورة، في الحالة دي كنت هختار shift مش control. Move the cities subfolder from the document litmus. فيه مجلد اسمه cities داخل litmus folder to the document litmus، ومديني المسار اللي هو destinations folder. مطلوب اني افتح ويندوز اكسبلورر او مستعرض الويندوز من خلال التاسك بار، وادخل على document او اي طريقة توصلني لنفس المكان ما تفرقش معايا، واشوف السب فولدر اللي اسمه cities اللي داخل litmus cities اهو. قال لي move انقله، يعني محتاج اني اعمل له cut، بعمل كليك يمين عليه وبختار cut. انا ممكن اختاره من قدام هنا لو عطل وما ظهرش قدامي بالشكل ده، بختار من الجنب بضغط على اسم بختار cities اهو، ممكن اعمل له cut من هنا او من هنا، الطريقة اللي تناسبني. وطبعا احنا بنقول ده ممكن يعطل في التجريبي، فلو شغال معايا من النص بشتغل مفيش مشكلة. بختار الامر cut، وبعد كده بخش على destination واعمل paste كلمة destinations اهي تحتها على طول، اضغط عليها واعمل paste لصق، هيتم نقل cities داخل destination. connect to the wireless network litmus using the password lit123. واللي عامل اتصال بالشبكة. بلاحظ ان اللابتوب دايما او اي جهاز حتى الديسكتوب اللي موجود عليه وايرلس لان كارد بيظهر العلامة دي، ده علامة الاتصال بالشبكة. بضغط عليها بيظهر لي الشبكات المتاحة، بحدد اسم الشبكة وبختار الامر كونكت. طبعا لو هي متشفرة بيطلب مني سيكيورتي كي اللي هي الباسورد. بلاحظ ان ال كابيتال مفيش مسافات، لقيت 1 2 3 وبعمل اوكي بيديلي كونكتد خلاص متصل. السؤال اللي بعديه using the litmus antivirus application واللي scan the folder document litmus for the viruses. هنا برنامج بسيط جدا، هنا في quick scan و full system scan وفي folder scan وفي بعض الاوامر بسيطة. هنا قال لي اعمل scan للفولدر اللي اسمه كذا، طبعا واضح ان في scan folder، ويفتح لي اختار او احدد الفولدر اللي عامل له scan في الحالة دي اللي هو document litmus اللي هو litmus طبعا ملف المجلد النهائي، فاختار litmus وهقول له اوكي موافق. لاحظ ان هنا قال لي انا وصلت للملف اللي هو litmus كده مظبوط، بضطر اعمل سكان ناو عشان يتمم العمليه، وهيديني فولدر سكان سكسسفولي. سؤال الضغط، ضغط الملفات ده برنامج سهل جدا اسمه litmus، وفي ازرار محدوده في نيو واوبن واد واكستراكت، دول اللي بقدر استخدمهم. طيب لهنا لما يقول لي using the litmus zip application compress all فايلز، هضغط كل الملفات اللي داخل المسار اللي قال عليه باكج في النهايه انتو ازيب فايل كولد تريب، ملف اسمه رحله او تريب ان ذا سيم فولدر. مطلوب اني ادخل انشئ ملف جديد مضغوط داخل الباكج، بمجرد ما هنشئ الملف اللي اسمه تريب هيظهر لي ملفات، قال لي حطها كلها جوا او اضغطها جوا. باول خطوه اني اضغط على الامر نيو، ومن خلال نيو هوصل للمسار اللي قال عليه. المسار اللي قال عليه هنا document litmus packages، packages قدام اهو لازم ادخل جواه، انا كده دخلت في المسار مظبوط. باقي اني انشئ الملف بالاسم اللي اداهولي، اكتب كلمة trip، مفيش داعي نكتب الامتدادات، في الفايل نيم هنكتب trip بنفس السبيلنج اللي قال عليه. بعد ما هضغط trip وهعمل save، لاحظ في الحالة دي تم انشاء المجلد المضغوط او الملف المضغوط في الحالة دي، وظهر لي ملفات، قال لي حط كل الملفات. هنا قال لي compress all files اللي موجودة في نفس المكان، احددها بحددها بأي طريقة، ممكن احدد الاولاني وبعدين شيفت واحدد الاخير، اقول له open. هنا تم ضم الملفات دي الى المجلد الموجود، فطبعا تم ضغطهم. empty the recycle bin، empty recycle bin يعني افراغ سلة المهملات، بقدر اوصل لسلة المحذوفات ومن خارجها اعمل كليك يمين، ومن كليك يمين هختار empty recycle bin، هيديني رسالة تأكيدية طبعا واقول له yes. بدل ما بضغط yes بلاحظ حتى مظهر recycle bin اصبحت فاضية. حلينا مع بعض 36 سؤال. الفيديو التالي فيه 50 سؤال تجريبيين لمزيد من
التكرار وبعض الأسئلة الجديدة، وبعد كده كمان في أسئلة نظرية جديدة خاصة بالمودجل بتاع كمبيوتر اسينشالز أو أساسيات الكمبيوتر أو زي ما بنسميه ويندوز. نشترك في القناة ونفعل الجرس ونتابع كل جديد.